ماذا عنك دكتور فادي؟ يعني كيف تستشرف هذا اللقاء الأول من نوعه على هذا المستوى، مستوى وزيري الخارجية؟ وما معنى أيضا أو الأبعاد لتحمل هذه التصريحات زيلينسكي للمستشار الألماني عن رغبة بلقاء الرئيس الروسي وعلى طرح مسألة حيادية أوكرانيا؟ نعم، يعني في الحقيقة لم تتوقف اللقاءات والمفاوضات، المسار الدبلوماسي كان دائما موجودا. يعني لن نتكلم أبدا عن المسعى الدبلوماسي الذي تقوده فرنسا والاتصالات التي يجريها الرئيس ماكرون، يعني أكثر من 14 اتصال منذ بداية يعني كانون الثاني ديسمبر حتى الآن مع الرئيس بوتين. إذا المفاوضات حتى النقاشات بين الأوكرانيين والروس، يعني هناك مناقشات تجري على الحدود مع بيلاروسيا، لم تتوقف أيضا، عدة جولات قاموا بها، تم التفاوض على بعض الأشياء التقنية، يعني باعتبار ممرات آمنة، ربما الحفاظ على بعض المنشآت النووية، أو تم الكلام عن هذا الأمر. إذن هي مفاوضات تقنية، لا يمكن الآن نحن ضمن يعني دخلنا ضمن 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 طريق، لا يمكن المسار الدبلوماسي الآن يعني شبه أو لن يقدم أي نتيجة من وجهة نظري، لأن المطالب الروسية يعني معقدة للغاية، صعبة للغاية، غير واقعية. لا يمكن يعني المطالب الروسية طبعا من أوكرانيا، لا يمكن الطبقة السياسية في أوكرانيا تقبل هذه المطالب، لأنها التخلي عن جزء من أراضيها، يعني مطالب غير سيادية، مطالب يعني تضرب عقر سيادة أوكرانيا، وهذا لا يمكن يعني أن يقبل فيه الرئيس زيلينسكي، لأنه يعرض شرعيته أيضا للسؤال. هذا المسار لم يتوقف أبدا، وأعتقد أنه لن يثمر في الوقت الحالي. ولكن ماذا عن أمر الواقع؟ والآن هو يعني مدى حتى التقديرات الغربية، بعيدا عن تقديرات الدفاع الروسية، التقديرات الغربية والأمريكية تتحدث عن مكاسب وصفتها بالتكتيكية، ولكن هي مكاسب على مستوى الجبهة الجنوبية وبمساعي ربما تشكيل نوع من الستار الحديدي ما بين مناطق دونيتسك ولوغانسك باتجاه القرم. بالتالي هناك أمر واقع يتكرس. نعم واقعي، نعم قد يكون هناك، يعني نحن سبق وتكلمنا عن موضوع يعني تعويل على المقاومة الأوكرانية لهذا الغزو الروسي. هذه المقاومة هي يعني هي الشيء الوحيد الذي، وطبعا أكيد بالإضافة إلى الدعم الغربي، الدعم الخارجي للمقاومة لهذه المقاومة، هي الشيء الوحيد الذي من الممكن أن نعول عليه لكي تبقى أو تحول مسار الأمور، لكي توقف هذا الغزو، لكي تؤخر الاجتياح الروسي، لكي تؤلم الروس. يعني هذه المقاومة قد تكون كما قلت مع العقوبات الاقتصادية هي السلاح الناجع الوحيد الآن الذي من الممكن أن لا يعني يوقف الروس، لكن يجبرهم إلى العودة إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، ولا سيما يعني الأطراف الغربية، الولايات المتحدة. دكتور فادي، هذه المحادثات اللي تحدث، وخاصة أن وزير الخارجية لدى وصوله إلى أنطاليا قبل قليل يقول سنتحدث في الوضع الإنساني والممرات الآمنة لتكريسها، وسنتحدث في وقف إطلاق النار. هل يمكن تحقيق هذا، خاصة أنه إلى يومنا هذا هناك تبادل للاتهامات فيما يتعلق بالممرات الآمنة، بأنه يتم استهداف اللاجئين من قبل الجانب الروسي حسب الرواية الأوكرانية وحسب الرواية الروسية، فإنه يتم منع على يد المتطرفين والقوميين المدنيين اللاجئين من الخروج وبالتالي استخدام هذه الممرات؟ نعم، على أي حال يعني هذه اللقاءات يعني أعظم ما يمكن أن تحققه أن يتحقق هذا الأمر، يعني أن يتحقق الاتفاق على ممرات آمنة، هذا أعظم ما يمكن أن تحققه هذه اللقاءات. لا أعتقد لن يكون هناك تسوية، لن يكون هناك يعني أي أو بدء لمسار لحل هذه الأزمة أبدا، لكن قد تتمخض هذه اللقاءات وهذا اللقاء الذي تم أمس عن فتح ممرات آمنة، ضمان أمن المدنيين، لكن هل سيكون ثابت هذا؟ يعني الأيام القادمة هي التي ستبنى على ذلك، ولا سيما أن في بعض المناطق قد يكون ثابت في بعض المناطق، وفي مناطق أخرى لا يكون ثابت، لا يكون محترم في بعض المناطق الأخرى أيضا. يعني هذا يتعلق بمصلحة كل طرف، كيف سيؤذن، كيف سيشوه سمعة الطرف الآخر، كيف سيشيطن الطرف الآخر، هذا متعلق يعني بهذه حرب، يعني حرب من المستحيل ضمان ماذا سيحدث، وخصوصا الممرات الآمنة. يعني للروس يعني خبرة في الممرات الآمنة، طبقوها في سوريا، طبقوها في أماكن أخرى وحتى في ناغورني كاراباخ، إذن لديهم خبرة، ولديهم خبرة أيضا في إدارة وكيفية
كيفية شيطنة الطرف الآخر عن طريق هذه الممرات. أعتقد الأمر يعني مرهون بالأيام القادمة كيف ستمر، يعني كيف ستكون أو ستجري الأمور. ولكن دكتور فادي، في هذه النقطة ألا يبدو وكأنه الولايات المتحدة وبقية الدول أو القوى الغربية في أوروبا تحاول الدفع أو توريط بولونيا اللي هي بدورها لا تريد أن تتورط في إمداد أوكرانيا بشكل مباشر ومن داخل حدودها للميك 29؟ نعم، يعني أولا يعني هناك رفض لهذه الفكرة، والفكرة أساسا من وجهة نظري هي فكرة عبثية يعني طرحها الرئيس زيلينسكي، وهي فكرة حقيقة يعني دعيني أقول ليست ذكية. يعني نأخذ طائرات ميك 29 من بولونيا لكي نحارب فيها في أوكرانيا في أوكرانيا، ولكن هي لم تكن مرفوضة أمريكيا. يعني الولايات المتحدة عرضت تعويض بولونيا بالطائرات التي ستقدمها لأوكرانيا بالإف 14-16. نعم، لكن سمعنا من البنتاغون رفض الفكره بالمطلق، لان ربما رفض فكره يعني التعويض، لكن هذا الامر يعني الفكره من اساسها عبثيه غير قابله، يعني غير واقعيه. من اين ستنطلق هذه، يعني يجب ان نطرح السؤال، من اين ستنطلق هذه الطائرات، من اي مطارات؟ لا يوجد الان مطارات في اوكرانيا قابله للاستخدام العسكري. روسيا تسيطر على الاجواء، تسيطر هذه الطائرات طائرات روسيه الصنع اساسا، يعني روسيا قادره على اسقاطها بسهوله. ومن اين ستنطلق، اي دوله تنطلق منها ستكون في حالة حرب، هذا منطقي، يعني فعلا ستكون في حالة حرب مع روسيا، ولا دولة أوروبية لديها الرغبة في أن تكون في حالة حرب مع روسيا. هذا أمر حسم قبل أن تبدأ الحرب، وقيل مرارا قبل أن تبدأ الحرب في أوكرانيا لن تكون أي دولة، لن تشارك أي دولة في الحرب ضد روسيا. قد يقدمون مساعدات، قد يقدمون مساعدات عسكرية مؤلمة للغاية للروس، لكن لن يدخلوا في حرب ضد الروس. إذن موضوع هذا من وجهة نظري، هذه موضوع يعني طائرات الميك 29 موضوع عبثي وغير قابل للتحقيق، وأعتقد كانت فكرة يعني أخذت الكثير من الضجة، وأعتقد أن الرئيس زيلينسكي أخطأ في هذه الفكرة.